أحسن الله إليكم. أيضا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأصول الأساسية في طلب العلم؟ الأصول الأساسية في طلب العلم أن تلتمس من أهل العلم الراسخين في العلم، تلتمس منهم من تطلب العلم على يده، وتجلس بين يديه، وتبدأ بالمختصرات تحفظها ويشرحها لك في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في التفسير، في سائر العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية. تحتاج إلى أمرين: أولا إلى مدرس حاذق يتقي الله سبحانه وتعالى ويخافه، لأن العالم يغرس فيك أمرين: الأمر الأول الورع والخوف من الله عز وجل، والأمر الثاني العلم، العلم النافع. فتلتمس من أهل العلم من تثق بعلمه وبدينه وبعقيدته، وتقرأ عليه ما تيسر من الكتب، لا سيما المختصرات، لأن المختصرات هي مفاتيح العلوم. لأن بعض الطلبة المبتدئين وبعض المدرسين يقرؤون في الأمهات وفي الكتب الكبار، وهذه طريقة خاطئة. هؤلاء أتوا العلم من فروعه ولم يأتوه من أصوله. الله جل وعلا قال: وأتوا البيوت من أبوابها. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العلم لا يؤخذ من أعلاه، وإنما يؤخذ من أصوله ومن مبادئه، ويتدرج طالب العلم فيه شيئا فشيئا، حتى تكون عنده ملكة علمية، تحصيل صحيح وأساس صحيح. أما القراءة في المطولات والخلافات والإنسان على البداية مبتدي في طلب العلم، فهذا أولا أنه لا فائدة من ورائه، بل ربما يضر، ويضر هو يضر، أكيد أنه يضر، وهذا غش من المدرس أيضا، هذا غش من المدرس الذي يأتي بطلب المبتدئين إلى الأمهات والكتب الكبار ويقرؤون فيها وفي الخلاف بين العلماء. أشك أن هذا غش من المدرس. الله جل وعلا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض العلماء: كونوا ربانيين. الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، هذا هو الرباني الذي يربي الطالب على طلب العلم ويتدرج به شيئا فشيئا. نعم.